طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. كل واحد رفحاوي انطوه يومية 40,000 امتياز، بالإضافة الـ40,000 بالشهر يوميا تساوي 1,200,000 بالسنة. هاي للواحد، هاي دير بالك، بالسنة تساوي 144,000,000 للواحد. إذا عائلت 10 نفرات الأخ ياخذ 1,440,000,000 باسم قانون رفحة، اعطاهم حق الاقتراض من الإسكان، بنك الإسكان وبنك العقاري 50,000,000 50,000,000. أما الزراعي فما حد يدعيله، فالجماعة سووا راحوا على الزراعي. زين، حتى يعني حتى إحنا العراقيين هم علمونا أهلنا، قال حتى ما تريد تاكل بين حمير خلي الله بين عيونك. شنو أنتم؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا موضوعنا الرئيسي راح نتحدث عنه بعد قليل، ولكن هناك موضوع اخر صراحه مهم، وهو مقتل جنديين واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني البكك باشتباكات مسلحه في قضاء سنجار. خلية الاعلام الامني تحدثت عن هذا الموضوع واصدرت بيان وقالت بان عناصر سيطرة حكومية تابعة لقيادة عمليات نينوى طالبوا عناصر البكك بالموافقات الأمنية لاجتياز السيطرة، لكن عناصر الحزب اعتدوا على السيطرة ودهسوا أحد الجنود، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل جنديين حكوميين وعنصرين من حزب العمال الكردستاني وإصابة آخرين. هذا بيان لخلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع. يعني موضوع البككة جماعة سيطرين من أيام حيدر العبادي وقبلها، هذا مصنف على أنه في كثير من الدول ومن ضمنها تركيا على أنه يعني حزب إرهابي، والجماعة جابوهم للعراق ويعطوهم رواتب، واليوم يقتلون بالجنود العراقيين ويضربون أوامر ولا يوقفون بسيطرة. هذه أحد إفرازات الحكومة، إن كانت السابقة ولا قبلها أو الحالية، فهذا استهتار من قبل هذه القوة وعدم احترام للسيادة العراقية اللي يتبجحون بها الجماعة. قاموا بقتل جنديين لعدم امتثالهم بالوقوف بالسيطرة، وكنا نعرف أنه هذا الحزب حزب البكك أحد يعني نقاط توتر العلاقة ما بين العراق وتركيا. هذا موضوع ردنا بس نشير إلى في بداية الحلقة. الموضوع الرئيسي وهو هناك تصاعد في حدة أو تصاعد حدة التوتر بين البرلمان ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أثر تصويت المجلس من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وإصرار على التصويت النهائي على هذا الأمر. بعد تصويت البرلمان عقد رئيس الحكومة اجتماع لمجلس مكافحة الفساد اللي أسس عادل عبد المهدي واللي يرأسه، أعلن فيه رفض المجلس إلغاء المكاتب وتأكيد دعمه لبقائها على اعتبار أنها شكلت بشكل قانوني ليبدأ هناك حراك قانوني للدفاع عنها. بالمقابل البرلمان ونواب البرلمان صعدوا من ردهم إزاء ذلك بحراك كذلك جديد لاستجواب وزراء في الحكومة، الأمر الذي خلق أجواء مشحونة بين البرلمان وعبد المهدي كما أشار وكما تحدث بعض البرلمانيين، تنذر على أساس بأزمات قد تؤثر على ملف إكمال الحكومة اللي صرنا ننتظرها تقريبا 6 أشهر. طبعا معروف في كل وزارة يوجد مكتب المفتش العام يتولى على أساس مهمة مراقبة عمل الوزارة، إلا أن هذه المكاتب تعرضت لانتقادات كثيرة أبرزها التغطية على ملفات الفساد والدخول في صفقات ابتزاز، فضلا عن ارتباطها بالسلطة التنفيذية.
مسؤول سياسي مطلع كشف لصحيفة العربي الجديد بأن مجلس مكافحة الفساد الذي يرأسه عبد المهدي بدأ حراكا من جانبين لمنع التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين من خلال محاولات الضغط على هيئة رئاسة البرلمان لمنع التصويت على القانون، إضافة إلى التواصل مع السلطة القضائية لنقض أي قانون يصوت عليه البرلمان. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، لماذا يتجه نواب البرلمان لإلغاء مكاتب المفتشين في الوزارات، وماذا قدمت هذه المكاتب؟ لغاية الآن لم تقدم أي شيء هذه المكاتب، مكاتب المفتشين التي يعني أسسها الحاكم المدني في ذلك الوقت بول بريمر، لم تقدم أي شيء ملموس من الفساد الذي تشهده شهدته وتشهده الوزارات، لم تقدم أي خطوة فعلية. ليش اليوم البرلمان يريد يلغيها؟ وليش عبد المهدي متمسك بها؟ هل هذا من باب أنه البرلمانيين يريدون يغطون على فسادهم؟ لو شنو الموضوع؟ أريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أبو علي من لندن، تفضل أبو علي. لقناة الرافدين، حياك الله، تحية لكل متصل وكل عراقي شريف. أهلا وسهلا. وأخذ بالذكر الأخ أبو علي من كربلاء لوطنيته، وأتمنى من الباقين من أبناء الوسط والجنوب يشوفون غيرة أبو علي هذا الأصيل، شو يدافع على العراق وعلى الانتماء الوطني. مع الأسف الباقين صاروا قطيع بيد العملاء وتجار الدين. نعم، يعني والله عظيم، والله يدمي القلب البلد هذا، يدمي القلب. ثانيا أخي، نعم، يعني نتكلم عن المفتشين يا أخي، يا مفتشين ويا مسؤولين، هذول هل عندهم انتماء للوطن؟ يسعى 16 سنة يا أخي يا عمر. نعم، يعني بالقرآن مكتوب، بالقرآن يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يا أخي 16 سنة صار، كم جروح، كم لدغة ينلدغ بعد؟ مو كافي يا أخي؟ الشعب يعين من الشمال إلى الجنوب بالمظاهرات، والشباب بالشوارع وبساحة التحرير يعنون من الجوع. يا أدري يا أخي، هسه من ينقذ العراق؟ من ينقذ الوطن هذا الجريح؟ هسه ليش الإخوان الشيعة يتجمعون مليونية يروحون لزيارة أبا عبد الله حسين سلام الله عليه؟ ليش الوطن مجروح ما حد يتجمع له مليونية؟ لا يستحق الوطن هذا العراق؟ العراق ما يستحق تضحية؟ ليش صرنا أسوأ بلد بالعالم؟ نعم، مو كنا تاج العرب يا أستاذ عمر؟ يعني ليش لا تالي وقت يصدقون علي الدول يا نعم. ناس يا عالم يصحوا. زين أبو علي، برأيك أنت من وحدكم؟ نعم، من وحدكم؟ إنا نعم. لله وإنا إليه راجعون. أبو علي، إن للشعب العراقي الفقراء والمظلومين، ربي يعينهم وينصر الشرفاء لنصرة الوطن يا إلهي. نعم، تحياتي لكم جميعا أخوان. أنا رد أسألك أبو علي، تفضل أخي. عيني أبو علي، يعني برأيك هذا التوقيت ليش البرلمان يريد يلغي هذه المكاتب، مكاتب المفتشين؟ شنو الغاية منه؟ أخ عمر، برأيك أخ عمر، يعني بقى عراقي يبو حتى الأعمى والأطرش يعرف السراخ منه، ويعرف اللي سرقوا المليارات الوطن. نعم، حتى تجار الدين بالفيديوهات وبالتصاريح. يا أخي إيش بيش يلوقون بعد يا مفتشين؟ نعم، شايف حكومة جيبة من الشارع ولبس قاطع ورباط وسوي مسؤول؟ معقولة يعني؟ نعم، وين المثقفين؟ وين هم خلصوا؟ ليش المثقفين يمشون بالفري؟ ليش؟ ما معقول استاذ عمر، ما معقولة يعني؟ خلص العراق انتهى، يعتمد على ناس ذو حزبي جيبه وخلي كل من يقتل اكثر عدد من الناس ويهجر هذا مرهوب به. يا العراقيين وانكم تصحوا، يصحوا. شنو مفتشين؟ شنو مستواهم؟ شنو ثقافاتهم؟ شنو الكفاءات اللي موجودة بالعراق حاليا؟ كلها تزوير، كلها دمج، ضباط دمج، شيوخ عشاير دمج، مسؤولين كلها دمج. ماذا أعرف يا أخي؟ ماذا أدري؟ مو احنا نقول تقارير دولية نقول البلد العراق أسوأ بلد بالعالم بالصحة بالتعليم. يا أدري يفلشون مدرسة يسووها مول، يفجرون جوامع يسووها مول. ولكم يا عراقيين اصحوا، خاطر الله اصحوا يا أخوان، العراق منو إله؟ ولكم ليش تضيعون العراق، تاريخ العراق؟ وكم مش لك راجل عرب؟
ربي يحميك يا وطن، ربي يحميك ويحمي كل شريك في العراق يا إلهي. يعني أشكرك مولا. أشكرك أبو علي من لنا الكلام على. طبعا بالمناسبة يعني مكاتب المفتشين الموجودة في الوزارة متهمة وعليها كذلك ملفات فساد تتواطأ مع الوزير أو مع المسؤول داخل الوزارة بتمرير صفقات فساد. هذه مكاتب المفتشين وهذه نتائج مكاتب المفتشين. معنا اتصال أبو طه من بغداد. تفضل أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين. حياك الله يا هلا بك أستاذ عمر. بالنسبة للمكاتب زين، المكاتب هم البرلمانيين نفس المستفادين من هذه المكاتب. نعم زين، شلون يغلقون المكاتب وهم مستفادين من عندهم؟ يشتكم على هذه المكاتب زين، يعني يطلع واحد من البرلمان يقول اذا اقل لو راتبي شغالي يجيعون بالشارع، وقع قرار قد الراتب ماله حتى اذا قللوه شغالي يجيعون بالشارع. نعم. وهذا القتل اللي صار، قتل جنود اثنين في السيطرة. نعم. احترام للسيطرة ماكو، احترام للقانون ماكو، بأنه لو اكو دولة صحيحة زين يعني نعم. المواطن يكون محترم بيها. احنا كنا في وقتنا اذا الفحوط اليم السيطرة نحسب لها 1000 حساب حتى اضرب السيطرة. نعم. مو اضرب السيطرة او اضرب الجنود. نعم. اللي واقفين بالسيطرة. انا شو اتأمل من هذه الدولة؟ اللي خدمتها للمواطن بس القتل والدمار والمخدرات. نعم. والخطب والسجون المحجوبة. اي دولة هاي اللي تتكلم عليها استاذ عمر الله يخليك، اي دولة اللي يتكلم عليها؟ نعم. يعني احنا انفضحنا فضيحة يوم الخميس. نعم. كل الدول العربية شاهدت دورات جوية وكلكم عرفتوا عنها. نعم. يعني دولة نفسها تقدر تنظم مباراة كرة قدم وبين فريقين عراقيين، هل الدولة هاي تقدر تقود بلد كامل؟ نعم. الجواب لا، ما تقدر تقود البلد. يعني اي شيء يصير قالوا حولنا النزاهه. انا اريد اعرف في يوم من الايام قدموا واحد من المسؤولين للنزاهه وطلعوه امام الشعب حاكموه من السراق من القتله. يعني الجنود اللي قتلوا بالسيطره شنو ذنبهم؟ شنو ذنب عوائلهم استاذ عمر؟ نعم. زين، هذا هو هذا ماشي الموضوع، موضوع البككة. يعني هي لو الحكومة سامحة لهذا الحزب المصنف انه حزب ارهابي، وهي اصلا يعني هم حزب يعني ناس جايين من تركيا. زين، لو الحكومة حكومة عبد انقطع اتصال مع ابو طه. معنا اتصال ابو بلال من بغداد. تفضل ابو بلال. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. نفس التساؤل ابو بلال، يعني لو الحكومه. نعم. حكومه حيدر العبادي وقبلها طبعا حكومه المالكي سمحت لهذا الحزب، حزب البككه، بالتواجد في العراق، واليوم استهتاره وعدم انصياعه لاوامر سيطره وقتل جنديين، يعني الجماعه حتى رواتب ياخذون من العراق. يعني الجماعة. نعم. ما أعرف شو يريدون جماعتنا. إحنا نتحدث على اللي موجودين في العراق، شو بس المصايب يجيبوها للعراق. صحيح أستاذ عمر، بس اسمح لي مقدمة صغيرة. يعني تفضل. أولا إحنا نشكركم قناة الرافدين، قناة عظيمة ودورها جدا مهم في تغيير ثقافة وفكر الشعب العراقي وتنويره وتعليمه. حقيقة هواي أمور كنا نجهلها استفاديناها من قناة الرافدين. هاي واحدة. أنا شخصياً، ولو وقتك ثمين والحلقة العامة ممثلية. نعم. أنا شخصياً متصلين مستمرين على البرنامج حتى من زمان رعد وقبل الرعد، الله يحفظهم الأخوة السابقين يعني. نعم. السؤال أولت البارحة على موضوع نيوزيلندا. يعني من قلت لك أردوغان يشرف رؤسانا كلهم، أنت قبيت عليها وسكتتني وقلت واحد على صوته واحد ما أعرفه. أستاذ هو يعني المتصل مثل وجهة نظر نفسه. لا لا بس يعني بس ذكرني بالموضوع أبو بلال، بس على كيفك. ماشي ماشي. ما يخالف. شنو الموضوع؟ بس ذكرني بيه. وبعدين أبو بلال. على مود نيوزيلندا قلت لك. على مود نيوزيلندا. نعم. أردوغان
ارسل وزير خارجيته الى نيوزيلندا. تمام. الرئيس العربي سواها، قلت لك اردوغان يسوى الدول العربيه كلها. انت مثلا عصبت يعني ما صدع لا لا لا, 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 لا ما عصبت ابوك انت بس على كيفك ابو بلال. انت انسان محترم، كان انت انسان محترم. لا لا الله يسلمك ابو بلال، بس اذا تسمح لي. اي نعم. انت بوقتها احنا ما اعترضنا على هذه النقطة، انت قلت حذاء هذا الشخص يسوى ذولا، قلت لك احنا ما نريد هذا التجاوز بس. يعني انت زعلت على لا 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 انا لا لا انا ابو بلال، ابو بلال احنا دائما ناكد بالبرنامج ما نريد تجاوز على اي شخصية، اي شخصية كانت، بس هذا الشيء ابدا ما عصبت عليك. انا ما امدح لك نفسي انا استاذ، استاذ ما امدح لك نفسي والله العظيم. يوم الجمعة اللي صار بالمجزرة شبعت بجي، يعني تعبير المتصل من لم يهتم لأمن المسلمين فليس منهم. أنا تعاطفت معهم تعاطف شديد والله العظيم، وهذا يعني خاصة إذا إنسان أنت يعني يقول يعني يشعر بينا ويحس بإسلامه وبالمسلمين، فأعبرني أنا شيء شوي معصب لأجلهم وليس لي. نعم، وإحنا قلنا في وقتها يعني صح إنه الناس ومشاعرها. سديت السماعة بجي يعني من هذا، سديت السماعة بجي وهذا، وأنا أشكرك أستاذ عمر وبارك الله فيكم ومنك جدا. لا لا أبو بلال أنت أخونا ومتصل دائم بالبرنامج، فيعني هذا الأمر يعني لا يسد في الود قضية. تفضل. انقطع. ماشي أبو بلال. أبو بلال من بغداد كان معنا. طبعا المسؤول اللي من مكتب عادل عبد المهدي واللي طلب عدم ذكر اسمه أكد بأن عبد المهدي يصر على عدم تمرير هذا القانون، خصوصا بأن مجلس مكافحة الفساد يقوم بتقدير عمل مكاتب المفتشين كما قال، وأضاف بأنه يجب الانتهاء من تلك التقييمات الرسمية ليتم في ضوئها اتخاذ القرار المناسب تجاه تلك المكاتب بإبقائها أو بإلغائها. أوضح بأن عبد المهدي لا يقبل على أساس بأن يتجاوز البرلمان مجلس مكافحة الفساد، وأشار إلى أن رئيس الحكومة يرى بأن عمل البرلمان يجب ألا يتعارض مع مجلس مكافحة الفساد، ويجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون بينهما لا تعارض في التوجهات، كون ذلك لا يصب في صالح محاربة الفساد. ردة فعل عبد المهدي ورفضه توجه البرلمان أدي إلى حراك برلماني مقابل ضد حكومته من خلال السعي لاستجواب وزيرين، وهما وزير الخارجية محمد علي الحكيم ووزير الاتصالات نعيم الرباعي. الشغلة واضحة من عام 2005 ولغاية الآن الجماعة كل ما يختلفون يهددون رئيس الحكومة، أو بالعكس يعني يستخدم عليهم أوراق ضغط رئيس الحكومة ضد البرلمان. دول الجماعة يقول لك نستجوب وزراء، وهذا يهددهم بأمور ثانية أو بملفات أخرى، بدون طبعا النظر الى معاناة الشعب. يعني قدم طلب او مقدم من 5 نواب هذا الاستجواب عن تحالف البناء، هم فالح الخزعلي، عبد الاله النائلي، ياسر المالكي، خلف عبد الصمد، محمد الدراجي لاستجواب وزير الخارجية، بينما كشفت مصادر عن حراك الاستجواب وزير الاتصالات. النائب كاظم الصيادي في تصريح صحفي قال بان هناك مصالح في بقاء هذه المكاتب، وقانون إلغائها سيصب في صالح قضية الإصلاح كما يقول والقضاء على الفساد. شدد على أننا ماضون في التوجه لإلغاء المكاتب، وهناك إصرار من قبل هيئة رئاسة البرلمان على أن يتم طرح التصويت في جلسة البرلمان المقبلة. في غضون ذلك تصاعدت حدة الانتقادات البرلمانية لأداء حكومة عبد المهدي بهذا السياق. قال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي في بيان صحفي بأن هناك ضعفا في مستوى أداء رئيس الحكومة، وهو يقف عاجزا أمام الفساد، ما أثبت بأن حكومته ليست حكومة خدمات. أشار إلى أن مجلس النواب أخذ المبادرة لتشخيص مفاصل الضعف كما يقول في الحكومة، وسيبدأ بتفعيل الاستجوابات وتقويم عمل الحكومة. قبضنا من الاستجوابات السابقة حتى نقبض من الاستجوابات اللي راح تصير. مسؤولون أكدوا بأن المكاتب لم تقم بأي دور رقابي طوال فترة عملها، بل كانت حلقة إضافية لحلقات الفساد. عضو في هيئة النزاهة قال بأن المكاتب لم تؤدي أي دور حقيقي خلال سنوات تشكيلها وحتى اليوم، بل كانت بمثابة سيف
مسلط أو مسلط للدفاع على الفساد، وتناسب وتناسب واجبها وعملها الحقيقي بأن تتابع الفساد وهو صلب واجبها، فهي هيئات رقابية. أكد بأن الفساد استشرى في الوزارات مع وجود تلك المكاتب، وأضاف هناك وزراء وأحزاب تتحكم بملفات التعيينات وغيرها، وهناك نسب معينة تذهب لهذا الحزب وذاك عن طريق المقايضات بين الأحزاب النافذة وبين تلك المكاتب مكاتب المفتشين. أشار إلى أن ارتباط المكاتب بالوزراء جعل منها مافيات تساهم بشكل كبير في نشر الفساد، والفاسدون لا يخشون العقاب بوجود هذه المكاتب. طبعا في ظل تصاعد هذا الخلاف، يرى مراقبون بأن عبد المهدي يستند إلى قانون يعد باطلا في إصراره على إبقاء مكاتب المفتشين، كما أشرنا بأنه يعني تم وضع من قبل بريمر، وهي أصلا كلها يعني قانونيا غير صحيحة من الدستور من الحكومة، لأن الأمريكان والغزاة هم اللي وضعوها، فقانونا غير صحيحة، وما بني على باطل فهو باطل. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخو العمار. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا بك. طبعا يا أخي هم هذول العصابة هاي جتني، هي أول شيء يعني كبداية أقول مو عراقيين كما قلت سابقا، هذول مو عراقيين، ينتمون للعراق بين ولاهم الغير الإيران، وما يخدمون الشعب هذول يعني أبدا. يبوك يعني هم قبلهم من كم واحد مباك كم وكم واحد اعترف بأنه إحنا حرامية وسراق أو ما كل نتيجة يعني. نعم. فهم دولة مو مال الحكم يا أخي عمر، دولة يعني أعداء للإسلام أولاً، وولائهم الإيران والإسرائيل، وعمرهم ما يهتمون للشعب. يعني راح الشعب لازم يكون جابون جابت لنا الأمريكان الديمقراطية، الديمقراطية يقول لك الظاهر على حقوقك. نعم. لما انت ظاهر على حقوقك ما يجيبوا لك بان يضربوك بالسلاح او يقتلوك، يعني ما يفيدون دول ابدا، والشعب نايم وما له يعني ما له قيمه اصلا، حتى لو الظاهر يعني يقول لك انت ما له قيمه، انت يعني تحت المطرقه، ما عندك كرامه، ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر كل شيء تسوي. فهم دول يعني واحد يفضح الله هسه، حتى هم اذا طلع في واحد من عندهم بالنزاهه وقال يا ابا فلان هذا ماخذ يعني خامط او مسوي فد شيء او بايك، ما يقدر، لان يعني هم اهل النزاهه، هم كلهم نفس الشله. نعم. يعني نفس العصابه. زين برايك يعني ليش البرلمان يريد يلغي هذه المكاتب وهم يعني حبايب مع بعض، وبحسب تقارير الجماعه صفقات الفساد والسرقه مطمطميها بيناتهم؟ هي طبعا بياتهم يعني هم مستفادين. نعم. اللي يسرق يروح مثلا المسؤول المدير المسؤول النزاهه يطيش كم فلوس ويسكت، الشهدين يشيلون مال النزاهه بسبب يصير يعني شلون يقول لك طائره بالطائره مشلون، وهاي حكومتها القديم والله نسيته، فكل واحد يمشي على هواه، يعني ما يجي واحد يعني حاسبه. هم يعني هم هذا قصدهم، وكلها يعني كلها كلاوات مال عدن النزاهه من النزاهه. وهذا الصباح هذا كل يوم بالاخبار يقول لك يا ابو هذا خامط خمطه ماليزي قهر، يعني شلون يعني جايبه من راتبه. هم ما يرضون يا اخي، ما يرضون العراق يعيش بكرامه، يدود لي طول عمره. هم دول مو مال الحكم يا اخي، والله مو مال الحكم يا اخي. نعم. بس هو الشعب يعني ما هذا بكو هدو هذا واحد معمم كاتب انا حررتكم فلا استعبدكم احد بعدي، من حرر لما الامريكان كانت تحشيد خربوط. نعم. والجماهير اقوى من الطغاة، انتوا طغاة يعني تقشرون الناس بكلامكم ويصدقوكم، لانه اكو ناس عندها ثقافه ولا اهل العراق ما يصير هيك، بس اكثرها ولا اهل ايران والمرتاحه وقاعده وما مهتمه، اكو ناس عم ما مهتمه الناس تنقتل، الناس تموت، الناس تجوع. انا هسه اعوذ بالله من كلمه، انا هسه انسان بسيط، أنا ما أشوف نازح بالخيم أو جوعان أو طفل مريض يعني 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 ما عند يعني أنا شو أول خلقني مسلم أو لا 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 خليني لا مسلم ولا أي شيء، بس هذول يفترضون على نفسهم ملة المسلمين. يعني هسه الجوامع الميزانية أكبر مثال، ميزان الوقف الشيعي ياخذ ما أدري 70 مليار ما أدري زيد والله ما أدري،
والوقف السني مليارين، يعني ماكو هيك منطق. هم دول جوي ابتلاء على العراق، على العراق ابتلاء، والشعب نايم ما يهمه. المجموعه الاكثر راضين الفئه الثانيه، مو الفئه الاصليه العراقيين. اكو فئه مو عراقيين اخي، الولاء الغير بلد، هذا مقصول غسل ماليزي قار. نعم. بس هو المدمر ابن البلد، ابن البلد الحقيقي اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انا اتعجب، يعني اتعجب ايش ناس يعني ما يهمها البشر. نعم. هذا نبينا محمد زد من تعب وسوى امه وخلى كرامه للاسلام، خلى كرامه للبشر. هذول مو اسلام اخي، مو اسلام. انت روح على اي صحابه، اي من الصحابه تلقينه براس نور نور نور، استمد هذا النور مات من رب العالمين ومن سيدنا الرسول. فهذول لا اسلام ولا يعرفون الاسلام. المسلم اخو المسلم، اخو المسلم، اخو المسلم لازم يفكر به، يقول هذا اكل. عم فدوه العين سيدنا عمر، والله العظيم فدوه لتراب رجله. هذا بالعداله، منين نجيب عمر بن الخطاب مرت اللوخ؟ منين؟ كل منين؟ وما يجي مثله. نعم ابو حسن، اني اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ام رشيد من بغداد، تفضل يا ام رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك اخوي العزيز؟ خير الله يسلمك، الله يخليك، تفضلي. والله يا اخوي العزيز يا استاذ، شايفين من عندهم وكل شيء ما قدموا لنا، قروا على اساس ميزانيه، لا عمره ومحافظات، لا خفصوا رواتب، هاي الناس تعبانه، هاي الناس بالخيم كلها مفجره. والله يا عيوني شايفين احنا، والله يا ابويا كل شيء ما شايفين، كل شيء عندهم ولا منطينا شيء. لا ينطون قطع، هاي الناس القاعده بالتجاوز، لا ينطون شيء، لا. انا غاري البلدي مضمون، الناس تعيش بخير، تعيش بسلام. هاي الناس راحت كلها ترجع لبيوتها، هاي الناس اللي اختفت راح تريد يرجعوها. نعم. برأيك أم رشيد، أم رشيد يعني هاي المكاتب، مكاتب المفتشين، ايش قدمت مثلا للعراق، للعراقيين؟ كل وزارة بها مكتب المفتش على أساس يراقب وضع الوزارة، يؤدون عملهم، يسرقون لو لا، ايش قدمت هاي المكاتب؟ والله يا ابويا ما قدموا لنا كل شيء. نعم. كل شيء ما قدمت، والله من بدالك يا ابويا كل شيء ما قدمت لنا، والله العظيم الناس هالكان ها يلا يطلعون من الصبح ما يرجعون لليل، هذا اللي يجيب له 5000 اللي يجيب له 6000 وعوائل برقابهم، هذا اللي عنده 10 وهذا عنده 5 وهذا والله عنده اكثر، وكل هذا التجاوز قاعده، والله كل شيء ما قدمه، وش قدموا؟ نعم. ونريد يساعدون الشعب، ينطوا قطع اراضي، هاي الناس الفاين حظها، هاي الكبار بس يريدون قطع مثل ما يقول مع الرعاية مع الضيم. الله وكيل احنا 4 سنوات يرفض الحج ورا مالت الرعاية، اليوم يا الله تشكر. وعدنا ابننا ما تهم مخطوف وفاين حق حظنا. نعم.
أنا أشكرك أم رشيد من سامراء، أنا أشكرك، كانت معنا اتصال عبد الله من بغداد، تفضل عبد الله. أهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا. شلونك أخ عمر؟ شلونك؟ تفضل. بس نصل التلفزيون الله يخليك. مكاتب المفتشين، نعم. هذه المكاتب كلها واجهة للسراق والحرامية وللمديرين الدوائر وللوزراء. نعم. اي هي اللي تستر على السرقات مالتهم بحجة موجود مكتب مفتش ويفتش على السرقات وعلى التجاوزات وعلى التعيينات، بس هذا كله بس شكل. نعم. نعم شكل من الاشكال، حتى يقول لك شوف احنا حاطين مفتشين ويراقبون وعندهم رقابه ويحاسبون، بس هو كله كذب ولا يراقبون ولا يحاسبون. وحتى اذا لقى مثلا سرقه او لقى فشي خلص كم سرقه وسكت، يعني يقول لك انا استفاد حالي حال اللي نعم. ايه يعني لو اكو صحيح رقابه واكو مكتب مفتشين بالوزارات وبالدوائر، كان سأله وزير الداخلية من راح يمنح جنات الدول اللي من ملايين واحد اللي صار له سنة، فيقولوا له شنو هذول أساس يدخل جناتي؟ نعم. على أي أساس؟ على أي حق؟ يعني ناس مع احتراماتي إلى كل الناس اللي جاية زينة جايين كلهم من باكستان ومن إيران يشحذون، يصير ياخذ جنسية عراقية. نعم. وياخذ حق حالة حال العراقيين. وهذا مو محبة يعني بالعراق حتى يستفاد، لا، هذه يريدون أكبر عدد موالي لهم حتى يقدرون يبقون بالسلطة. بس عقب انتخابات يصير تعداد سكاني راح يقول لك مثلا مع احترامات الأخوة الشيعة راح يقول لك احنا الشيعة نسبتنا مثلا 80%، هاي شوفوهم تولي 80%. نعم. لا أول أصوات هاي تفيدهم كلها بالانتخابات. زين عبد الله، يعني اذا هاي المكاتب مكاتب المفتشين فايده البرلماني وفايده الوزير، ليش اليوم نواب بالبرلمان يعني يريدون الغاء هذه المكاتب؟ شنو ورقه الضغط على عبد المهدي؟ لو شنو غايتهم برايك؟ لا هم يجوز 5-6 من النواب انكشفوا على الفريقه مالتهم، يعني كشفوهم او يعني صار بيناتهم حجازيات، فكل من قال راح انا اكشف اوراقك انت سرقت انت كذا، يعني هذه حجه. يضغطون على عبد المهدي حتى يعني يغض النظر عنهم او يخليهم مثل ما نقول يسرقون براحتهم. نعم. والشعب نايم. أنا أشكرك عبد الله من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. رسالة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أخي حزب الدعوة دمر العراق، ويقول رواتب الموظفين لمحافظة نينوى لعام 2017 انسرقت من قبل الفاسدين وخاصة موظفي الصناعة. والرسالة يقول فيها يعني يكفي واحد يرسل رسالة لي مرة واحدة، يكفي نقراها، يعني ما يحتاج يقراها يرسلها 3-4 مرات، لأن يعني ما نميز بين واحدة وأخرى وهي نفس الرسالة. المهم يقول تحية لك أخي عمر، يقول هؤلاء هذه الحكومات التابعة لإيران لم تقدم أي شيء من الوعود، خصوصا إكمال الكابينة الوزارية، وموضوع إغلاق مكاتب المفتشين هذا بحد ذاته فساد مستشري في جميع مفاصل الدولة والوزارات منذ 2003، وللآن هذا ليس له إلا الحل الوحيد لخلاص البلد من واقعه، هي إزاحة طغمة الحكم وإيجاد هذه الثلة الخيرة من الوطني لمنظومة الحكم الوطني واستعالة العراق. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أهلا لحضرتك إلى قناتكم الشريفة. يا أهلا بيك، أهلا وسهلا. أستاذ أريد أسأل سؤال للشعب العراقي ككل، يعني أكو واحد من الشعب العراقي طلع تقاعد أو بيمارس نشاطه في أي وزارة إن كانت هو ما عنده مشكلة؟ يعني العراق العراقيين محملين بمشاكل، والمشاكل أكثريتها من المفتشين،
المفروض المفتش هو اللي يقوم بعملية مراقبة أعمال الوزارة والمشاكل اللي يعانيها منها المواطن ويقدم الخدمة للمواطن. يعني بس هم إذا تريد الواقع هنا هاي الحكومة هي حكومة إنه سلبت كرامة المواطن، فما خلت لنا لا كرامة ولا حياة كريمة للشعب العراقي. والله العظيم أحكي لك أستاذ، أنا عندما كنت أدخل إلى وزارتي وأشوف المفتش يجي كأنه رئيس وزراء رئيس جمهورية الحماية والناس تركض وما أدري شنو، يعني من أحكي وياه ولا كأنه ولا يحكي ولا يرد. يعني أنت شنو موقفك؟ أنا جاي أريد أحل مشكلة يمك لأنه أنا غبنت. نعم. يعني أتجد من الشعب العراقي غبن، هذا كله نتيجة لعدم يعني أحكي على كل الموظفين. يعني رحت يوم عبد الله لما كنت موظفة على مكتب المفتشين لما أجى الوزارة ورد تعرضين يعني مظلمتك مشكلتك وما ما ما كرد من قبله؟ أستاذ ولا قبل يسمعني والحماية تسكت بي وما خلتني أحكي، مع العلم أنا حكيت وطلعت اللي بقلبي ومعاناتي. دخل إلى المكتب وسد الباب وقال إيه بعدين أنه أنا أشوفها كل كذب ولا حساب ولا شيء، هاي دي وزارة يعني عادية، فكيف وزارة الدفاع وزارة الخارجية وزارة الوزارات الأخرى؟ أستاذ هو إحنا إذا تريد الحقيقة المجتمع العراقي هسه في الوقت الحاضر من يعني على أساس إنه عادل أستاذ عبد المدي يقوم بعملية يعني تحسين الوضع والتغيير، فبدأ بالمفتشين. البرلمان ما وافق على هذا لأنه راح يقول لك إنه بحجة إنه راح تصير فوضى والحكومة والوزارات غير مكتملة، فشون ينعرض على هيك قرار على على البرلمان؟ يعني هذا حيأثر تأثير كبير على سير البرلمان. احنا شو استفادينا من البرلمان أستاذ؟ احنا شو استفادينا من محافظات بغداد ومحافظات العلم المحافظات العراقية مجالس المحافظات؟ مجالس البلديات والله العظيم كلهم قاعدين كانوا يجون خطار يجون، يعني بالإضافة إلى هذا إيش قصر فيات إلهم أستاذ؟ صرفيات خاصة الماء وخاصة الشربت وخاصة الشاي وخاصة الشغلات الأخرى اللي يحتاجوها كلها في كل على حساب الدولة، والمواطن العراقي يدور له على 1000 دينار ماكو. زين شنو هاي؟ يعني هذا مو إهدار بالله. زين ليش الأجانب السياسيين الأجانب في كل مناطق العالم كله والله العظيم رئيسة وزراء أو بالوزارة أو وزير ينزل للشارع في حالة وجود غياب أحد من عمال البلدية هم يقومون بعملية جمع النفايات، لأنه أكو يعني خدمة ينطون المواطن، المواطن مرتاح. إحنا ليش انكتب علينا إنه عدم راحة؟ إحنا عندنا فلوس، الدول الأجنبية كلها أخذت فلوسنا وصوت دولها وانتعشت مواطنيها، واحنا ما عندنا اي شيء، لا شارع مبطل، الانفار البارحه الانفار تنزل على الشعب العراقي، غير الاحزاب السياسيه هي الاحزاب السياسيه اللي سرقت اموال العراق وما زالت تسرقها. انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. معنا مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. ايوه السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك، اسمح لي اولا اترحم على شهدائنا اللي تم اغتيالهم في المساجد، وندين هذا العمل الجبان البربري الجبان النك اللي ملوش لا دين ولا وطن ولا مبدا ولا اصل ولا شرف، وندين مع هذا العمل الجبان ندين الاحزاب العنصريه الطائفيه المقيته المجرمه اللي قتلت ملايين العراقيين وزرعت الفتنه في اوطاننا. اما يا سيدي بالنسبه لموضوع نعم نعم مصطفى، مصطفى يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مصطفى السيد من مصر. رسالة يقول فيها في العراق الإنسان يعامل كالنفايات كما يقول حيش العراقيين، ولكن واقع الحال أنه الحكومة لا توفر أبسط مقومات الحياة لهذا
المواطن. يقول في العراق الإنسان يعامل كالنفايات، وإذا تقول العراق مظلوم وتدافع عن الكرامة والإنسانية وعن الوطن تتهم بأنك إرهابي وبعثي وعميل. يقول وين أكو هيج حكومة هزيلة تحارب شعبها. رسالة يقول فيها علي البرزنشي، يقول المفتشون الشرفاء قتلتهم الأحزاب منذ فترة طويلة، والآن تقاطع المصالح بين الرئاسات الثلاث والثلاثة على إلغاء مكاتب المفتشين أو عدم إلغائها هو فساد بحد ذاته، فكل جهة لديها ملفات فساد على الأخرى، وهذا دليل على أن ملف الفساد في العراق لن يحل، وستبقى هذه العملية السياسية فاسدة والشعب يعلم ذلك. المهم عادل عبد المهدي يقول أشد رؤساء الوزراء ولاء لإيران وهو الزعيم الفاسدين، ومجلس مكافحة الفساد مسرحية للضحك على الذقون. أمنا بعشائر الجنوب العربية الأصيلة التي ضاقت ذرعا بالوضع العراقي، مما دفع الحكومة العميلة الآن كي تعمل المستحيل لتجريدهم من سلاحهم لأنهم أدركوا هذا الخطر. فلتلغي الحكومة مكاتب المفتشين أو لا تلغيها ولتعمل ما تشاء. فيقول موعدنا الصيف الذي أصبح على الأبواب. معنا اتصال ناصر من بغداد، تفضل ناصر. ناصر انقطع الاتصال مع ناصر. رسالة يقول فيها أبو نور الحسن، يقول السلام عليكم، يقول تحية لك ولكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين. يقول هذه المكاتب موضوع البحث وجدت للتغطية على تجاوز الأحزاب وإسنادها، وهي حلقة زائدة تستنزف المال الكثير من ميزانية الدولة، وقد تكون الحلقة الأكثر فسادا في دوائر الدولة وجودها هو ضغط إضافي على كاهل وموازنات الدولة، وهي تخدم المسؤولين فقط وتغطي على سرقاتهم لا غير، والأفضل إلغائها لأنها لم تقدم أي شيء يذكر للعراق وشعبه. رسالة يقول فيها السلام عليكم أخي، يقول هذه مكاتب بس هيكل بس بالاسم، هي وجه ثاني للسرقة والتستر على السارقين وعلى المجرمين. طبعا كما أشرنا يعني هناك من يتحدث يعني في لقاء مع صحيفة العرب الجديد، محلل سياسي فؤاد الغريري قال بأن عبد المهدي يعد توجه البرلمان لإلغاء المكاتب مشكلة لهذا الأمر. يقول بالضبط، يقول لا يمكن لعبد المهدي ولا حتى السلطة القضائية نقض هذا القرار، وأشار إلى أن مجريات هذا التصادم بين البرلمان والحكومة ستكون له نتائج غير جيدة على علاقاتهما، وأوضح أن ذلك سينعكس على عمل الحكومة وحتى على إمكانية إكمال وزاراتها الشاغرة، ما يعني بأن المرحلة المقبلة ستشهد أزمات متعاقبة ستنعكس بشكل عام على الوضع السياسي وعلى عمل الوزارات. ناصر من بغداد يعاود الاتصال معنا، تفضل ناصر. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك. أكو مشكلة بالصوت ناصر، تفضل. والله اقدر احول مكان بس راضي بعد 3 دقائق 4 ساعات احول مكاني. تفضل. نعم ناصر من بغداد، هناك مشكلة اخرى في الاتصال. طبعا يعني احنا كنا نعرف بانه يعني اكثر من 5 اشهر على تشكيل الحكومة اللي ما مكتملة لغاية الان، حكومة التسوية كما يعني يطلق عليها، لغاية الآن ما مكتملة الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي، 4 وزارات نقص بها، دفاع وداخلية وعدل وتربية، وطبعا الجماعة قاعدين يعني يساومون ومشاكلهم في البرلمان، وما في قرار يصب بمصلحة المواطن العراقي سمعنا صراحة لغاية الآن. ظاهر الجماعة مختلفين على البيعة، فيقول لك نضغط على عبد المهدي بإلغاء هذه المكاتب اللي هي هناك تقارير يعني موثقة بأنها متواطئة مع الفاسدين في إن كان في الوزارة أو في البرلمان أو في يعني دوائر الدولة الأخرى، فهذا الاختلاف يعني ربما أنه يتراجع اللي البرلمان عن إصدار هذا القرار، هو بعد يعني بالشكل الأول لم يبت به الأمر، وبعد ذلك ربما إذا وصلوا إلى
نقطة وسط بيناتهم، احتمال الجماعة يرضون وما يلغون هذه المكاتب وترجع على عملها اللي هو التغطية على ملفات الفساد والتغطية على الفاسدين. نعم. إذن تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول قرار إلغاء مكاتب المفتشين في الوزارات، وكما أشرنا بأن كل وزارة عندها مكتب مفتش بها، وظيفته أنه يقوم بمراقبة الوزير ومراقبة أصغر موظف بها الوزارة، شي يطلع من أموال شي يفوت من أموال صرفياتهم. ما سمعنا لغاية الآن منذ العام 2003 ولغاية الآن أنه نجح أحد من المفتشين بضبط مثلا كمية من الأموال المسروقة، كمية من الأموال اللي أخذوها الفاسدين وتم إعادتها إلى خزينة الدولة. كل هذا الأمر ما حصل لغاية الآن. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، دقيقة واحدة عندنا أم أزهار، تفضلي. هي كلمتين راح أقولها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. القناة العظيمة. أنا أقول لك، أنا رسالة إلى الشعب ورسالة إلى الحكومة، إذا خلص ما تخلص مشاكلنا، طول ما هاي الإصابات موجودة وطول ما الأهل جايين من الخارج موجودين وطول ما العراق طول ما الشعب نايم ما تخلص مشاكلنا. متى ما ينهض الشعب ومتى ما يحس انه عنده بلد يقاومه احنا نعيش ويرجع العراق مثل ما اول. واشكرك انا. شكرا ام ازهار من بغداد. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، في أمان الله.